فضيلة الشيخ، عندي بنت بغيبوبة، وإذا ما عفاها الله والله يفعل ما يشاء ويريد، هل أدفع برمضان عن وهي بغيبوبة الشهر؟ نعم، إذا كانت في غيبوبة في شهر رمضان. إيه نعم. فإذا عفا تسع شهور يطال عمره. لا تسع شهور. إيه؟ فإذا عفاها الله. الله أكبر. وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب، وإلا يطعم عن كل يوم مسكين. عافاك الله، جزاك الله. وإن توفيت قبل ذلك يطعم عن كل يوم مسكين. جزاك الله خيرا. نعم.